خوتي خواتاتي ها واحد السلام عليكم. كيف انتم؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. اليوم رجعنا لكم ابارتمون عائليه وابارتمون بالحجم الكبير. لابارتمون اللي جاب لكم افيت طونجي اليوم كتواجد في بوخالف. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش بوخالف فين جات، جات قريبه من بحار ديال الاشقاء، قريبه من بحار ديال سيدي قاسم، قريبه من طريق الرباط، قريبه من اسواق السلام وقريبه من الزياده. تقريبا في كامل قريكم هيندا فيها 117 متر، كتجي الايطاج الخامس والعماره فيها لاسانسور. العمارة أبغى أن فيها الأسانسور، فيها السنديك، فيها الكاميرا سيرفيونس، وفيها العساس ديالها. فيها هادشي كامل، ولابارتمون ديالها كبيرة وعندها ثلاثة ديال الواجهات. يلا نطلعو نكتشفوها ونكتشفو الفصالة ديالها وكيفاش عاملة من الداخل. ودابا ندخلو نكتشفو لابارتمون ديالنا كيفاش عاملة من الداخل، والفصالة ديالها كيفاش عاملة من الداخل. مع الدخلة هيا غادي نوريكم الفصالة، راه هاد السيجو هذا اللي جامع لي بياس ديال لابارتمون. جا هنايا الوسط جا فحال مربع وجامع كاع لي شومبر اللي كاينين هنايا، ابار الدخله هذه فيها واقيلا الصالون شي حاجه اخرى. هي التراسه اللي دايره لابارتمون كامل، ديك التراسه الواعره اللي دايره بلابارتمون كطلع على منظر جد رائع. التراسه اللي مشمسه اللي غادي تعملوا فيها طويله، انا اكيد ان اول حاجه غادي تدخلوا ليها ملي غادي لابارتمون هي غادي تكتشفوا معنا التراسه. طبعا المساحه ديال لابارتمون كيف ما ذكرنا في الاول 117 متر، هي مساحه ماشي سهله، وعاد جات فيها تخوا شومبر، كوزينه كبيره، وعاد تراسه كبيره، وعاد حمام، جوج ديال التواليت، جوج تواليتات والحمام داخل مع واحد لاشومب، والبالكون اللي مع الكوزينه ثاني. كاين ثلاثه تواليتات اذا جوج، كاين واحد على برا وواحد فواحد لاشومب. وي ها هي فاتي ديريكتومون دخلت لكم الصاله، ما هضرناش على هاد الكلوار، ماشي مشكل ملي كنا نهضروا على الكلوار يعني الصالون ديالنا جا المساحه ديالو كبيره، يعني غادي تهز الى كان فراش تقليدي تهز لكم الدوره ديال السدادير، كوانات، طابله في الوسط، اولا مثلا تعملوا جوج طوابل، سينو لا بغيتي تقسموهم يعني فراش تقليدي وصالا مونجي، واخا هي لا داعي لصالا مونجي حيت كاين مطاع ديالها سواء في الكوزينه سواء في الدخله ديال لابارتمون. كيف ما كتشوفوا لابارتمون تبارك الله راها مشمسه وداخلها الاضاءه بحكم انها جات جوج ديال الواجهات. جوج الواجهات شوف غير شوف بعد عاليه، جات 5 متر وكتبان عاليه، والبحر راه كيبان من هنايا في واقفين حنايا، عكسك الا دخلتوا للتراسه كيبان لكم البحر بالمزيان. هاد جهه البحر وهاد جهه كتبان لكم طريق الرباط. كاينين جوج تراسات، ما غاديش ندخل نوريكم التراسات حيت باش ما نطولوش عليكم، كاين هاد التراسه اللي من مورا فاتي، وكاينه التراسه اللي كتطلع عليها الطاقه ديال الصالون اللي ما عرفتش الدخل ديالها منين. اكتشفوها ولا كاشفوا غير باش تاخذوا على الفكره على المساحه ديال التراسه، بما اننا ما صورناش كيفاش من الداخل، يعني المساحه ديال هذه اللي هنايا تقريبا 35 متر، والمساحه اللي هنا تقريبا 17 متر، ولكن نتوما الا بغيتوا تشوفوها مباشره عيطوا لنا حنا نجيبكم تشوفوا لابارتمون كيفاش عامله المساحه ديالها كيفاش عامله. وي هذا كل واحد هذا راه تقدر تجيكم فيه قصر الصباب، تجيكم فيترينا من الطرف للطرف، علاش؟ حيت كلوار واسع تبارك الله. كلوار جا واسع من ناحيه ديال الاصلاحات والتغييرات، بالنسبه للواحد اللي يبغي يعمل تغييرات من ناحيه ديال الحيوطه يقدر يزول هذا الحيط هذا، يضيق هذا البنت اللي اصلا ديجا المساحه ديالو كبيره بزاف، ويوسع الصالون، واخا هو اصلا لابارتمون راه ماشي ضروري تصلح فيها. وهاد لابارتمون كيف ما قلنا لكم راه جات في بوخالف، يعني حتى اذا كنتو تستغلوا هالكرة راه الكرة هنايا شحال واصله الصالون الكرائيه هنايا هنا؟ من ناحيه ديال الفراش 3500 درهم حتى 4000 درهم، ومن ناحيه ديال خاويه يعني الفراش اللي هو عادي فراش كامات وداكشي خفيف، من ناحيه ديال انها خاويه من 2000 درهم هيداك حتى 2500 درهم. هذه دو شومبر، هذه دو شومبر، وي 3 شومبر، ما كنظن تكون زايده حيت شحال كنقدموا لهذه كنكاريها بالفراش 4500 درهم. وي يعني هذا الفراش اللي شفتو يعني راها كنكاريها ب 4500 درهم. كيف ما كتشوفوا لا شومبر هذه اللي كتصورها فاتره المساحه ديالها كبيره، انا جاتني مساحه كبيره اللي تقدر انك مثلا تنقص من لا شومبر الا كنتي مثلا ما غاديش تستغل السكن الاقامه الدائمه، او غادي تستغل الكرة للطلبه وتعمل بيوته، يعني تنقصوا من البيوته وتزيدوا بيوته اخرين باش تهزوا فيها الطلبه. عندك صح 117 متر راه يقدروا يخرجوا منها 4 ديال لي شومبر، 4 ديال البيوته، وغادي تكون فيها كوزينه اللي تحافظوا على المساحه ديالها اللي هي كبيره، وعاد الصالون اللي هو نورمالمون وسط الدار تستغلوه كاملين، يعني راه غادي تدخل لك الفلوس بالمزيان. وهاد لا شومب هادي كيف ما شفتوا راه عندها هاد المطع هذا اللي يقدروا يستغلوه الناس كدريسينغ، يعني يقدروا هذا يديروا
بلاكار اليمين او بلاكار الشمال. بصح هذه المساحه هذه نورمالمون جات فاصله ما بين الحمام وما بين البيت، يعني الا بغيتوا تحافظوا عليها وتخليوها هكذا تقدروا تستغلوها كدريس كيف ما قالت فاطمه الزهراء ولا بدرينا بلاكارات، سينو تقدروا تزولوا هذه الحيوطه هذا وتخليو توسعوا المساحه ديال البيت. صح، اول اذا توسعوا المساحه يطولوا البيوت، اذا كان غيكريوها داكشي خاصه كاين الكولوار على برا اللي تقدر تعمل منه باب. داكشي اللي كاين عندك صح، يعني هاد المساحه ديال هاد لاشوم كبيره بزاف. كبيره جات بحال سويت. وي غير نسيت ما خصك شي اهين، واش لابارتمون كتبيع بالفراشه ولا خاويه؟ لا لابارتمون كتبيع خاويه ماشي بالفراش. وعاد نذكر المشاهد انها جات في 5 ايطاج، عماره فيها السنديك فيها العساس فيها الكاميرا ديال السيرفيونس، وفين جات؟ جات قدام الكليات اللي كاينين في طنجه، لانسا لافستي كليه الحقوق، وكتما هاد المطاع كامل هو بوخالف اولا العرفان. وي لابارتمون شفنا دابا البياس الاولى لا شامبر الاولى، ودابا غنمشيو نشوفو لا شامبر الثانيه والثالثه، وعاد باقي لا كوزينه والتواليت الثانيه. عطيناكم جوج ديال الافكار انكم تقدروا تستغلوا الشقه ديالنا اما للسكن الدائم واما تستغلوها للكراء للطلبه، سينو تستغلوها للكراء للناس اللي كيجيو باش يستافدوا من البحر او يصيفوا هنايا، بحكم انها جات ديجا قريبه من البحر ديال سيدي قاسم وبحر ديال اشقر. وي هاد لا شومبر هادي راه كتطل على الواجهه الثالثه، حيت هاد لابارتمون جات بثلاثه الواجهات، حيت الواجهه الثالثه كتطل على الدروج ديال السكون ديال العماره. يعني العماره فيها جوج ديال الدروج، دروج سكور دروج برينسيبال، وعاد لاسانسور اللي نورمالمون لاسانسور فيتشر ماشي اي واحد كيطلع وماشي اي واحد كيستغل لاسانسور الا ولا كان من سكان الاقامه. داكشي اللي كاين. وهنا عندنا لا شومبر الثالثه اللي حتى هي مفرشه، قلنا لكم انها كان مفرشه منضبط كنشتغل بها الكرا ما كتدخلو ثمن لا باس عليه، حتى 300 درهم كاريها هكا مفرشه. يعني ثم اذا بغيتوا تستغلوا هاد الكرا هي تخلص راسها، يعني راه مشروع استثماري مربح. يعني ثلاثه بيوت صالون كوزينه، يعني المساحه ديال لابارتمون 117 متر، راه كنرجع نعاود نقول لكم حيت الثمن همزه ثمن رائع بزاف، يعني وكيسمح لكم انكم فين تصلحوا وتصبغوا لابارتمون. وي وي واخا راه كتكريه راك شفتو طالما تبارك الله ناس واعيين ناس قليل، يعني راهم كرفصا ما والو كيف ما شفتوها، يعني هذا خدامها هنايا كاين سيرجو اللي مثلا يقدروا يستغلوا الطلبه هي كل مع بعضيتهم، او لا اذا كنتو غادي تكونوا عائله مع بعضيتكم. وعاد كاين هنايا كاين التواليت والكوزين. هنا مثلا ماشي ضروري انهم يستغلوا صالونجي، يقدروا مثلا يستغلوا كمطاع فيه كنابيس لا يجلسوا يتفرجوا فيه مثلا، ويخليوا الصالون افتقار حيت حنا كنبغيو الصالون يبقى نقي. عندك الصح، يعني هنايا كنابيس كبلصه ديال الغداء حيت قالت الكوزينه غزاله. وهي حتى الكوزينه اصلا المساحه ديالها كبيره بزاف، تقدر تعمل فيها كنابيس تقدر تعمل فيها صالون مونجي من غير داك لورنيه اللي كاينه تما. التواليت سيرفيس ديالنا هي هذه كيف ما شفتوا فيها لافابو ديالها، التواليت فيها هاد النوع ديال الزنجير تقريبا، وفيها دوشة، يعني كاينين جوج ديال الدوشة، كاينه هذيك اللي مع البيت وكاينه هذه. يعني ما كاينش تواليت سيرفيس، كاين جوج ديال الدوشات، بغيتوا تخليو مثلا دوشة هيداك وتعملوا لها كوليس ولا الالومنيوم، اولا مثلا تستغناو على واحد الدوشة وتخليو دوشة اخرى، وهذه المساحه اللي تزولوها تزولوا الدوشة نهائيا، تستغلوا هذه المساحه اللي كاينه هنايا، سينو الا كنتو غادي تحتاجوا الحماحة غادي تخليهم كيف ما هما. ودابا من بعد ما سالينا الحمام ديالنا ندخلوا نشوفوا الكوزينه كيفاش عامله من الداخل. دابا غادي ندخلوا نكتشفوا الكوزينه ديالنا كيفاش عامله الداخل والتصميم ديالها، وراها كيف ما شفتوا مع الدخله راه كتما كبيره بزاف وضاويه ومشمسه وعاد فيها التراسه كبيره، يعني الكوزينه الدخله ديال التراسه الاولى كاينه من الصالون، وديال الثانيه كاينه من الكوزينه. وي كوزينه تبارك الله ضاويه كيف ما شفتوا طويله، يعني فيها مطعم ديال الثلاجه، وكاين لونيه اللي كبيره راه ما ديروا فيها فحشه اللونيه جات من الحيط الحيط زعما لونيه زعما مزيانه، وعاد الكوزينه مصلوحه ما فيها ما يتصلح ابار البلاكارات الا بغيتو نتوما تزيدوهم وصافي. وي يعني اذا زادوا شي بلاكارات ديال ام دي اف الفوق والتحت وصافي. وها هي فاتي خرجت لكم التراسه اللي بانت لي كاينه تما كنيه واحد لورنيه ثانيه اللي فين تعملوا الشوا. يعملوا الشوا فين يطيبوا مثلا الواحد لما بغاش يوسخ الكوزينه ويطيب هنا الداخل يقدر هنا يعمل مطاع ديال الطياب، هنا لاباضوره، هنا يعمل مثلا يغطي التراسه من النبيره، يعني يستغلها كفيراندا، سينو يعني يعمل باب اخرى ويستغلها من جوايه اخرين. هذاك الشيء اللي كاين. وفاتي اصرات انها تدخل
ندخل لها التراسه، واخا ما دخلناش التراسه الاولى غير باش تشوفوا الوسوعيه ديال التراسات ديالنا كيفاش عاليه. هذه اذا اللي كبيره، هذه هي التراسه الكبيره. وي وراها مشمسه كيف ما تدخلهاش مزيان، يعني ديال اللي قلت سبع الحياه وراه تجيكم صالومون اللي هنايا 8 كراسه ولا 10 كراسه، علاش؟ حيت راها كبيره ديال قصف ديال العشيه وديال الصيفي، يعني تشبر فيها الشمس وفيتامين دي. والله نمشيو نكملوا لابارتمون ديالنا. ومن بعد ما شفنا الكوزينه اكتشفنا ان التراسه اللي كشابره من الصاله حتى البيت نعاس ان الدخله ديالها من الكوزينه، يعني كاين جوج تراسات ما كاينش تراسه واحده. وي هاد لابارتمون ها هي فاسيدات اللي كنت دوره اخيره عليها، فيها ثلاثه ديال لي شوم كوزينه، جوج ديال الحمامات بجوج ديال الطواليطات ديالهم، فيها 117 متر وجات في الايطاج الخامس. وبالنسبه نذكر المشاهدين بالنسبه للاصلاحات، بالنسبه للتراسات راه تقدروا مثلا تستغلوهم كفيراندا وتغطيهم، تقدروا تدخلوهم هنايا لابارتمون وتكبروا المساحه ديال الشقه، وهي اصلا كبيره بما يكفي، يعني 117 متر. وي فيها 117 متر، الايطاج الخامس، فيها لاسانسور، لي كاميرا دو سيرفيونس، جوج ديال التراسات اللي كبارين، ثلاثه ديال البيوتا وصالون وجوج حمامات. الموقع ديالها بالضبط هيندا، لابارتمون اللي جبت لكم افيتو طونجين يما كتواجد في العرفان بوخالف. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هذا المطار فين جا بالضبط، جا قريب من اشقاء، جا قريب من الكليات اللي كاينين هنايا في طنجه، كليه الحقوق، الانصار، لي فيستي، قريب من جميع المرافق العموميه، وما نساش انها قريب حتى من البحر ديال سيدي قاسم، قريبه ايضا من طريق ديال الرباط واسواق السعد. قريبه من هادشي كامل اللي قلت لكم هنا، تقدروا تستغلوها كسكنه رئيسيه ديالكم بحكم انها قريبه من البحوره، اولا تستغلوها كالكرا بحكم انها قريبه للكليات اللي كاينين في بوخالف. الثمن ديالها هنا شحال؟ الثمن ديالها 98 مليون سنتيم خاويه، يعني ابارتمون هوت ستاندينغ دو ليكس 98 مليون فقط. الثمن ديالها بالدرهم 980 الف درهم مغربي بالنسبه للناس اللي غتبغي تحول العمله ديالها. اذا عجبتكم هيندا ما عليكم غير تعيطوا لنا في الارقام اللي كاينين على الشاشه، وحنا ان شاء الله غادي نجيبو لكم تزوروا هذه الشقه. اللي بغى يسقسي على هذا العقار ولا اي عقار كيشوفه في القناه افيتو طونجي، ما عليكم غير تعطيونا الريفيرونس اللي كاين في اعلى الشاشه، الرقم اللي كاين في اعلى الشاشه، سواء في الواتساب سواء في التليفون، كنعطيكم المعلومات الكامله. اذا عندكم ابارتمون صغير من هذه كبر من هذه ضرب الطبقات تبيعوها ولا تكريو كل طبقه بوحدها، مرحبا تواصلوا معنا، حنا كنتكلفوا بلا جيستيون ديال هذا الشيء كامل. طبعا ما نساوش اصحاب المحلات التجاريه والاراضي والعقارات للكراء، خصصنا لكم تحت الطلب ديالكم قناه ثانيه افيتو طونجي جوج، اجبروا اللين ديالها في الديسكريبسيون، تابوناو معنا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. حتى هذه القناه اذا كنتي اول مره كتشاهدنا تابونا معنا، فعل الجرس باش يوصلك الجديد، وعملنا واحد لايك باش تدعمنا. وهكذا نكون قلنا كل شيء، كنتسناوك تدعموا. الله يسهل عليكم اخوتي خوتاتي كاملين يا ربي، تتعملوا الدور ديالكم ويفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم في اللي كتبناو يا ربي. وقولوا امين ونهاركم مبروك.